الرحيم نداء الكرامة. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي رجل منافق عليم اللسان غير حكيم القلب، يعيرهم بفصاحته وبيانه ويضلهم بجهله. صدق رسول الله، أخرجه الطبراني والبيهقي. عام مضى على حكم الإخوان، ومصر حائرة بين طموح ثورتها المجيدة وعوائق سلطتها الجديدة. فالإخوان قد جعلوا من الثورة جسرا للعبور إلى السلطة، ومع عبورهم الأعمى إليها نسوا أن الثورة خلقت من المصريين شعبا آخر وجيلا آخر وزمنا آخر، وأن هذا الشعب وهذا الجيل يتوحدون الآن في زمن البهجة لمواجهة خطر الإخوان ومكر الإخوان وصلف الإخوان الذين أصبح حكمهم آيات بينات من الفشل والعجز والتآمر. أدخل الوطن في طريق مسدود تنهار فيه الدولة قيمة ومعنى ودورا يوما بعد آخر. ووسط ركام الفشل والهموم والحيرة، أدرك الشعب المصري العظيم بيقين لا يخالطه أدنى شك أنه لا سبيل لبلوغ غاياته إلا بالتغيير، والتغيير الثوري على وجه اليقين. وهنا بالذات تفجرت حمل التمرد كالنبأ الجميل المفاجئ، وكأنها الاستجابة التاريخية لأشواق الناس الغالبة في الانعتاق من دوائر الفوضى الخانقة لحكم الإخوان. ومدى التمرد كطاقة النور الهادية إلى كل شبر في ربوع الوادي في مصر. مصر أيها السادة أغلى الأطواء أغلى الأوطان وأمة العالمين. والمعنى ليس في الأوراق والأرقام والتوقيعات، وإنما هي حيوية الأمة ونفاذ بصيرتها وقلقها المشروع على مستقبل الوطن. المعنى أن الثورة كانت ولا تزال مستمرة وإن درجة الحرارة ليست ثابتة. والمعنى أن شباب الثورة أكد اليوم جدارته على استعادتها وحمايتها من لصوص الثورات وحارق الأوطان. والأمر كذلك، فإن الشعب العظيم يقرر بوضوح لا لبس فيه وبإرادة كاملة لا نكوص عنها أن يوم 30 يونيو عام 2013 هو يوم استعادة الثورة إلى مساراتها ومداراتها وميادينها، والسعي لبناء دولة القانون والعدالة والكرامة والاستقلال الوطني. والأمر كذلك أيضا، فإننا نود التأكيد على أن الهدف المرحلي المعلن الذي لا تراجع فيه أو عنه هو سحب الثقة من الرئيس تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن ثورتنا سلمية خالصة لا مجال فيها للعنف أو الانتقام. فالغايات النبيلة لا بد أن تتسق شرفا مع وسائلها كما عبر عنها جمال عبد الناصر. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.